السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على محرز، يعني وين طبول الحرب تقرع ضد محرز في الدور السعودي، يعني اللعاب ما من لعاب كان لك راني انجليزي، واللعاب يعني المستوى تاعو ماهوش مستوى تاع محرز. للناس مازالت عندهم صوره باللي لايستر سيتي محرز، ماهوش لايستر سيتي محرز، دروك راه الاهلي السعودي، محرز راه الاهلي السعودي، راه في السعوديه، واللي راهم ينتقدوا فيه اللي عطاوه الدراهم، واللي راهم ينتقدوا فيه اللي راهم يشوفوا فيه قدامهم باللي ماشي يقدم ما هما ماشي هادو العاطفه، ما راهمش هادو العاطفه، مش كيما حنايا. حنا هنا كره القدم الجزائريه اللي خضعتها وخرجتها من المجال الرياضي هي العاطفه، وكاين ناس في القنوات راه نشوفو فيهم كيما ذاك المهرج كيما يديروا ضغوطات باش يتلقاو اموال، وصايك والفو يديروا ضغوطات باش يتلقاو اموال، هذا مكان هذه هي محرز. يعني صح محرز ما لعب شيء، ما لعبش وخسر كاس الملك تاعهم وما شتي، لا ما لعب شيء وخسرت، هذه هي شأن احترام. طالع في الدرور في التريبيل في المدرسة تاع التريبيل، يعني ما كاش مشكلة، طالع القهوة قعد في المنصة الشرفية ونهازمو. يعني هنايا الديفو ما راش في محرز، الديفو محرز ما راش يقدم، بصح الديفو ما راش في محرز، حنا تشوف بلي الديفو ما راش في محرز، رغم أن محرز يعتبر أفضل لاعب الأهلي السعودي، إلا أن ذلك لم يشفع له بين الأنصار الفريق ولا حتى وسط الإعلامي ونجوم كرة القدم السابقين في السعودية، بالنظر إلى التاريخ الكبير والذي خلفه وراءه في الإنجليز مقارنة بما يقدمه في الدور روشان للمحترفين السعودية. الناس ما تشوفلكش التاريخ تاعك يقولك زيد عليه، أنا ما تجيش تلعب لي يعني بأسق باللي كنت تلعب في الإنجليز، أعطيني ضروك واش كاين. كرة القدم المستقبل، الحاضر والمستقبل، التاريخ يقولك زيد عليه. كريستيانو راه يزيد في أرقام، كي تشوف كريستيانو في السعودية، راح لمانشستر يونايتد، يعني رغم أنه كان لعاب يعني دار تاريخ مع مانشستر يونايتد، ونهار اللي شافوه باللي كريستيانو مكاش، قالوا له روح، أخرج راح. كريستيانو كانت السومة تاعو السوق، السومة التسويقية تاعو كانت لعقة بالك 300 مليون في وقته، 300 أورو، 300 مليون أورو. بصح اليوم السومة التسويقية تاعو دايرة 15 مليون، هاي دايرة 15 مليون، راك تشوف عندو هو شو عندو قريب 40 عام، هاي دايرة 15 مليون، راك تشوف كيفاش، مكاش العاطفة في كرة القدم، عاطفة العاطفة مكاش، العاطفة كون نبغيك مي تكون كاين النتائج، تكون نتايا مؤثر في النتائج في المباريات فماك نكون معاك، أولا باش تجي دير لي كونترول تقول لي تبقى على خير، من نهدر معاك تقول لي درت لك كونترول، يعني هادي غير فوتها، لا. وجاءت المقابلة الماضية في إطار الدور أمام ضمة لتزيد يعني من متاعب قائد الخوض بسبب سوء مستواه في ليلة فاز فيها فريقه بنتيجة 4-2 ضمن الجولة الرابعة من الدور روشان للمحترفين، وشارك محرز في الشوط أول فقط قبل أن يتم استبداله بشكل مفاجئ من المدرب الألماني ماتيس، قبل أن يخرج برسالة لجماهير الأهلي يعتذر فيها عن سوء مستواه المبرر ذلك بأنه يعاني من حالة مرضية. ويتعرض محرز هذه الأيام لهجوم يعني إعلامي عنيف يقوده بعض اللاعبين السعوديين المعتزلين، وكالعادة كان محمد نور أول وأكبر مهاجمين لمحرز، حيث قال اللاعب السابق للاتحاد السعودي في تصريحات عبر برنامج دورنا غير رياض كان يلعب في الموسم الماضي بشكل أفضل من الوقت الحالي، فهو لا يمتلك الرغبة والحماس في اللعب من أجل تقديم أفضل، فهو عاد للمنتخب الجزائري ولم يقدم شيئا، هذه صح، هذه ولا لا صح. وأضاف استغرب الجماهير الأهلي لأنهم يصفقون له عندما يسيطر على الكرة في الوقت الذي لا يقدم يعني في الوقت الذي لا يقدم فيه مستويات جيدة، فهو يلعب دون طموح مع الفريق. من جانبه قال حسن عبد الغني نجم الأهلي والنصر السابق، عذرا يا رياض محرز،
غير مقبول، فهو خارج ليقول إنه يعاني من مرض في صدره، ولكنه حضر 3 مباريات بعد فترة توقف الدولي ولم يقدم فيها أي شيء يذكر. وأكمل محرز لعاب لا يختلف على إمكانياته شخص، فهو إذ لعب بقوة وأعطى الروح للأهلي فإنه سيدعم الفريق بصورة مذهلة، ولكنه لا يفعل ذلك. وعبر محمد داعية حارس المرمى الهلال السابق عن رأيه في هذا الأمر، حيث أوضح من مستحيل أن يتم إبعاد رياض محرز عن التشكيلة الأساسية، فالمدرب يعتمد عليه بصورة كبيرة رغم تراجع مستواه، فإذ جلس على مقعد البدلاء سيكون تغيير الأول مثل ما حدث مع البرازيلي روبرتو فيرمينيو. دائما من وجهة النظر الأهلي يلعب دون مدرب، والمشكلة رياض محرز في سوء استعداد للموسم الجديد، فهو يعاني من تراجع واضح في اللياقة البدنية وزيادة الملحوظة في الوزن، وكانت الكثير من الجماهير ووسائل الإعلام في السعودية طلبت بطرد محرز بسبب عدم ارتدائه الوشح يخلد العيد الوطني السعودي خلال اللقاء الأخير أمام الضمة، حيث ظهر محرز من دون وشح عند عزف نشيد الوطني السعودي من دون كل يعني اللاعبين قبل أن يرتديه بعد ذلك، وبرر القائد الخوض ذلك بأنه لا أحد أعطاه الوشح ولهذا لم يرتديه. وما أدرك محرز، هذا لعب أنا نشوفه باللي لعب لي صايق، لعب لك عاود خدم خاطر البريباراسيون تاعو ما كانش كاينه، ما داش بريباراسيون شابه، ما داش بريباراسيون تاعو شابه، ما داراش. انا نقول لكم ما دارهاش، هي كلش بريباراسيون. ليق الخدمة وليق سبحان الله. ليق ناس تخدم. ليق له خدمة. ما زال تعليق لا خدمة، ما زال خدمة، ما زال ما زالت له خدمة خويا. ايوا كاين على بالكم، واحد ارسل لي عقوبه، قال لي عقوبه قاسيه ان شاء الله ما تكونش على المولوديه، راني باغيها فينك المنتخب يروح في الجراج. كاين اللي كاين على بالك، هادو انا ما عارفه وين وين يحوس العقوبه كون يصيب تصرا اكسيدون في الجي هكا ولا اي يعاقبوا المنتخب الوطني الجزائري. شوف ها الناس مرضى نفسيا،
والله بصح مازال مرضى مساكين. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد، ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.